وحمانتا مجالدة جيريس ايه هوستي معدة قبل كسلل كفر ما شروينها بيشة مماسان كاسيو اللوكو مقعدرة من نمو شروينها نيو هاميدة يكسو قيب غلين سلادين عقالية وليبا دليرة كترسنع بيشة سي ايا وحاو قهرين تيكا اللي هالكاسي حفلات دالي واحد كو سابسان سايلك حمان مولا يو فريطان كي شركة عز الحمان اوكالية ايه لسوغا يوي انتا سانوغنا واحد طرق كجاهل ترينا انا واحد الكل فاقنين باشنا وحان لانهاي فرصد واناكسن شقا واناكسن وذجير ولا نمو واناكسن وحان هالكن كعضينا انا وانشاعينا انا ومدى مغشينا انا رئيسو مالي لاني انت عايقو صيسي عبد الرحمن شركة او انقبان قابينا انا إلا بيش أفرتيدي يحلقان ما انت ايو نو فرمي ما انت كوهو فرمي انت قال لقال سيو قاري دونا وحاكوه انا بيش اكلا سردح جيدا ايلون صاحر مو حدي الله يراهو سيدابان امد مغشين اينا ما انت اموغا قبصومي شروينيه بيش عبد الرحمن عليه او كرد عياه جاريسا شركة أو سوى إني مدلر سيار غوغو دا حاشولو أو نوغو قب صومان دانها باشا أن عبد الرحمن عليه الصومالي لان وحا المانتا قبلا إن أي نوتا هاي رشوين نوتا هاي فرحد أو نوغو قب صومتي كولان يو ولا علمو يو وناك aan ku nahay raali dhamaantay oo aan raali ka wada nahay oo heshiis ka nahay halkan ka hadlayay waa beesha Cabdiraxmaan Ceeleeyo dhexdeeda oo Garissa la yiraahdo weeyaan waxaan sheegayaa maanta oo bishu tahay bishii 19-20-20-keeda inuu ka furmay shirkii Cabdiraxmaan Ceeleeyo fadhigiisuna u noqday Garissa oo ka furma goobta aan joogo awna soo socon doono isaga oo ka tashanaya danihiisa gaarka ah iyo kuwa uu la leeyahay ummadda Soomaaliyeenba wixii ka soo baxana insha Allahu tacaala waan la socodsiin doonaa degmooyinka iyo dalkaba oon u fadhinaa shirki Cabdiraxmaan Ceeleeyo ayaan halkan u fadhinaa halkayna waa Garissa shirka Cabdiraxmaan Ceeleeyo aan u fadhinay waa Garissa waxaan saakana kaga hadlaynaa inuu shirki aan dhowr maalmood u sii fadhinay dibna ugu fadhi doono inuu saaka noo furmay ayaan kaga hadlaynaa waxaan ogeysiinaynaa intii Cabdiraxmaan Ceeleeyo meel kastiba ka joogtayna waan ogeysiinay waxa weeye sidaa وعاقل كاوال كيبا شاقي شركي نو سعدي إن مدى أبا سعدي ها إيه باب الكي أها إيه شاعرنا شاقنا يا عبد الرحمن ها كم مدني مع النري إنو من ماتا نو فرمي أيان أغيسين إنا وحانا أغيسين إنا دات كي قصيصو إيا الدولة دي دبت بعان قصيصو أيان أغيسين إنا walaalayaal halkani waa Garissa cadaanka Garissaad ee u ah xundurta Cabdiraxmaan Ceeleeyo isagoo shirkiisa maata furtay oo wixii dantii Xariir Maxamed Koosar wararka TV ga caalamiga Star magaalada Hargeysa.